معي من اربيل علي اربيعي الخبير الاستراتيجي والعسكري الذي نتحدث معه ايضا فيما يتعلق بمعارك الموصل نتحدث عن الموضوع من الشقين الاستراتيجي والعسكري وكل هذه التطورات التي اكدها واضاف لنا عليها طبعا مراسلنا لؤي امين مساء الخير اهلا بك معنا سيد علي مرحبا بك يا ميسون ومشاهديكم الكرام اهلا وسهلا قبل ان نبدا بموضوع المعارك سيد علي وموضوع تزامنا ما يحكى اليوم عن اهميه تزامنا مع معركه الموصل فيما يتعلق بالمناطق التي يتم تحريرها واستعادتها من داعش عندما نتحدث عن حمام العليل كما كان يتحدث مراسلنا وأنه باتوا أقرب القوات العراقية إلى المطار وهذا نقطة مهمة طبعا مطار الموصل ماذا يحدث بعد هذا؟ من يستلم المنطقة؟ عندما نتحدث عن حمام العليل أيضا أمس تحدث مراسلنا عن أهمية هذه المنطقة، من يستلم هذه المنطقة بعد استعادتها من داعش من قبل القوات العراقية؟ كيف هي مقسمة المهام هنا؟ وكيف تكون المنطقة بعد استعادتها من داعش؟ هل يمكن أن يعني نعرف من حضرتك تفاصيل عندما يتم الدخول بكل بساطة إلى منطقة كانت تحت احتلال داعش، كيف يكون شكلها؟ ما الذي يخلفه داعش؟ ابتداء ان تحرير ناحيه حمام العليل والتقدم نحو منطقه البوسيف يؤمن تامين يؤمن عفو مسار الجناح الغربي للقوات المتقدمه على محور الحمدانيه او طريق كركوك الدولي لنقل الى الموصل ولو تلاحظون ان التقدم من قريه الرزاقيه من محور النمرود بهذا الاتجاه تكون القطاعات تسير بالتوازي لأنه إذا تقدمت و... وأنا متأكد أن القطاعات كانت طريقها مفتوحة لكنها لم تتقدم لأن جناحها يكون مكشوفا باعتبار مم. منطقة الحمام العلي والبوسيف منطقة مرتفعة هذا من جانب الجانب الذي سألتني عليه إن الخطة الموضوعة أنه أها. تتولى الشرطة نينوى المحلية عملية مسك الأرض إضافة للحشود العشائرية المحلية وحرس نينوى في مناطق الموصل المحررة بعد اكمال التدقيقات الامنيه ونزع الالغام والعبوات الناسفه وتامين الاحياء والدور للمواطنين طيب فيما يتعلق بفرنسا التي تحدثت اليوم عن واجب انه رات من الضروره ان تبدا معركه الرقه اللي هي معقل داعش بسوريا بالتوازي مع معركه الموصل لماذا هذا الحديث اليوم وما الرسالة التي يجب أن تصل منه مع أن هذا الحديث ليس بجديد يعني أمريكا منذ أيام أو الأسبوع الفائت كانت قد تحدثت بأن الهدف الأساسي أه هو أن تكون هذه المعركة معركة الموصل بالتوازي مع معركة الرقة للتخلص من داعش صحيح؟ تمام وأضيف لك أن السيد أوباما عندما تحدث مع السيد أردوغان في الأسبوع الماضي عبر 100 دقيقة كان الحديث عن تزامن معركتي الموصل والرقة باعتبار أن الإرهاب خطر يهدد العالم أجمع وبالتالي أينما يتواجد الإرهاب فهو يكون محلا للانقضاض عليه واستهدافه واستئصال شأفته وبحكم العمق الجغرافي بين الموصل والرقة فإنه عندما يكون الهجوم متزامن أي سملتين ستاك على المدينتين فان هذا يضعف قدرات العدو ويربك حركته ويشل قدراته م. وانا أتأمل خلال الايام المقبله تنطلق المعركه في الرقه ايضا بل لا اخفيك ان الناس في دير الزور بدا يشكون من كثافه من كثافه تواجد عناصر داعش في مدينه دير الزور والرقه بعد ان انسحبوا وانهزموا من مدينه الموصل، بل وان القرى المطله على طريق الموصل تلعفر باتجاه الحدود السوريه يلاحظون يوميا هروب عشرات العجلات باتجاه الحدود السوريه هاربه من الموصل، وبالتالي فان هذه الفرصه تكون مواتيه لاستهداف عناصر داعش في مدينه الرقه وفي الطريق قبل ان يتمكنوا من تاسيس موطئ قدم جديد لهم. طيب لانهم يفروا هو لن يكون موطئ قدم جديد لهم بالرقه صحيح ويعني يستغلون آه تقويته حقيقه لديهم آه لديهم موطئ قدم في الرقه لكن بتعزيزه بقطعات جديده آه سوف يتعمق وتقوى طبعا وموضوع الفرار هذا يجب استئصاله قبل ان تتقوى صحيح واضحه الفكره وموضوع الفرار كان ايضا هذا متوقعا طبعا للجميع انه ان يقوم داعش بالفرار او الهروب من يهرب من آه يستسلم آه الى الرقه السوريه ما يجعل فرنسا تقول هذا نتحدث عن ثاني مشارك يعني كبلاده لودريان اللي بهذا صرح بهذا اليوم وزير الدفاع بلاده اللي هي ثاني اكبر مساهم بالتحالف عندما يقول هذا الكلام على اي اساس نتحدث عن استنزاف يعني كي يستنزف داعش في الرقه ايضا كما يستنزف في الموصل أو أيضا ربما يكون السبب الأساسي موضوع المعطيات الأرض يعني تقدم التحالف والقوات العراقية يعطي بارقة أمل بأنه ستنتهي هذه المعركة وفق الجداول ربما وفق الخطط ولذا يجب المباشرة بمعركة الرقة أم أنه الاستنزاف أكثر أم الاثنان معا العلاقة العلاقة عكسية بين القوة والمساحة عندما تنتشر قطعات داعش على هذه الالاف الكيلومترات الشاسعه المسافه من الموصل الرقة فيكون استهدافهم سهلا جدا أه. وهذه قاعده حقيقه في الفيزياء والعلم العسكري الحديث يطبق القواعد العلميه الصحيحه وبالتالي استهدافهم الان هو فرصه مواتيه قبل ان يتمكنوا من احداث تحصينات وترتيب امورهم اللوجستيه في منطقة الرقة وطبعا نعم. هذه وجهة نظر الحكومة الفرنسية تم مناقشته حتى في اجتماع باريس بحضور وزراء الدفاع الذي حدث تقريبا قبل أكثر من 25 يوم وأنا بما يهمني في قضية بلدي وتحرير مدينتنا الذي هو بالدرجة الأولى لكن تبقى الجبهة الإرهاب هي جبهة واحدة تمتد من الموصل الى الى نيجيريا نعم. الى فرنسا الى كل بؤره ارهابيه لان هدف يستهدف الجميع ولا يستثني احدا. طيب سؤال اخير سيد علي عندما يقول اليوم ايضا ندريا بانه معركه الموصل قد تكون طويله ومعقده ما المعطيات العسكريه التي تؤكد هذا الكلام اليوم بسبب قال انه بسبب اختباء بين السكان استخدام السكان نعرف طبعا كدروع بشريه كيف تقرأ هذا الموضوع في دول العالم المتقدمة وتعاني من ظروف أمنية مستقرة تماما عندما يتم خطف مجموعة من الناس في بناية أو عمارة تحتاج القوات الأمنية إلى أكثر من يومين أو ثلاثة لتحرير هذه البناية في هذه المدينة خوفا على المدنيين. في باريس خوفا على المدنيين وبالتالي كيف يكون الامر هذا على مدينه نصف قطرها 20 كيلومتر الان القطاعات الفرقه السادسه عشر تبتعد عن حي الحدباء في مدينه الموصل اقل من 400 متر بين مزرعه العرقوب واطراف حي الحدباء وجامع عبد العزيز الطيار وبالتالي الان المنطقه تحت سيطره النيران الاسلحه الخفيفه والمتوسطه لكن الامر يحتاج الى صبر وتاني تحليل الخسائر بين المدنيين طبعا مهم جد جدا جدا هذا التحليل خاصه انه من كل العديد من المحللين يوم عسكريين يقولون بانه المعركه ستنتهي قريبا شكرا جزيلا لك دائما لنا لقاءات ان شاء الله على هذه المشاركه القيمه القيمه من اربيل سيد علي ربيعي الخبير الاستراتيجي والعسكري شكرا لك